احيانا اتخيل نفسي لو ما كنتش طبيب وكنت مرشد سياحي، كنت هقول للناس ايه؟ كنت هقول لكم انا ذا هرم الملك خوف. كان الهرم مكسي بطبقه من الحجر الجيري الاملس، وكان سمكها ذراعا هرميا يعني حوالي 52 سم. كان في مؤرخ اسمه عبد اللطيف البغدادي قال لنا ان الواجهات بتاع الهرم نقش عليها كثير من النقوش والكتابات، لو نقلت الى الكتب لملأت الاف الكتب. استرشد المصريون القدماء بهذه النقوش كما استرشدوا بالخطوط البيانية على أساس أنها تقويم يعرفوا منه الشهور والأيام والساعات، وتحدد لهم مواعيد الفيضان ومواسم الزراعة والري والحصاد، وعلى أساسها حددوا تاريخ أعيادهم الدينية والشعبية. كما كانت هذه النقوش وهذه الخطوط تستخدم في التنجيم والتنبؤ بالمستقبل عن طريق دراسة أوضاع الكواكب ودورانها. هذه الكسف كانت عبارة عن غلاف أملس يعكس ضوء الشمس زي المرايات، بالتالي كان يمكن رؤية واجهات الهرم من كافة الاتجاهات الأصلية. كما وضعوا على قمة الهرم هرم صغير مصنوع من الذهب يعكس نور الشمس، الهرم الصغير ده اسمه البن بن. في 108 هرم على أرض مصر لها وظائف كثيرة، مش بس هي مسألة مدافن للملوك، ودي مسألة بيختلف فيها الأثريين كتير، إنما مراصد فلكية دي نمرة واحد، محطات لتوليد الطاقة دي نمرة اثنين. زي ما انتم شايفين احنا هندخل الهرم دلوقتي، ده الممر الهابط، بعد كده هنتجه الى الممر الصاعد. هنفضل طالعين لغايه ما نصل للبهو العظيم اللي يبلغ طوله 47 متر وارتفاعه 8 امتار ونص. ينتهي البهو العظيم بدهليز صغير يؤدي الى غرفة الملك اللي احنا فيها دلوقتي. احنا دلوقتي في غرفة الملك خوفو، اما احنا شايفين الا تابوت فارغ. البعض بيقول ان دي كانت حاجة رمزية، والبعض بيقول لا ده كان فيها موميا وتشالت، انما في حقيقة الامر لم تبنى الاهرامات لتكون مقابر فقط لملوكها، بل كانت مراصدا فلكية. سنة 1883 ميلادية عالم مصريات انجليزي اسمه فلاندرس باتري طلع فوق سطح الهرم، ومن فتحة هناك رمى تفاحة، اتدحرجت التفاحة ونزلت لغرفة الملك خوفو، اطلق عليها اير داكت او قناة هوائية. هو الحقيقة في اثنين قنوات هوائية، انما هو لما دخل غرفة الملك وابتدى يشوف القناة الهوائية ده هي، فعرف ان طولها 53 متر، ولما بص منها وجد انها شايف مجموعة اوزوريس وهي مجموعة من النجوم. قدماء المصريين سموها مجموعة اوزوريس او اوزوريس، واليونانيين سموها مجموعة اورون. هدف الاكتشاف بتاع فلاندرس باتري لقناة هوائية جعله يدور على قنوات هوائية أخرى، فوجد فعلا قناة أخرى شمالية. القناة الهوائية الأولانية اللي هي بص منها فوجد مجموعة أوزوريس أو أوريون اللي فيها أهم نجمة وهي النطاق. أما القناة الهوائية الأخرى الشمالية فهي تبص على سبيدك اللي هي النجمة القطبية. هذه الكتلة الحجرية تحمل رقم 210، وهي واحدة ضمن آلاف الكتل التي يتم ترقيمها تمهيدا لنقلها إلى موضع البناء ووضعها في مكانها الصحيح. أحب أقول لكم أن متوسط وزن كل حجر من أحجار الهرم الأكبر هو 2.5 طن،
وإجمالي عدد أحجار الهرم هو 2.3 مليون حجر. أما إجمالي وزن الهرم هو 6.3 مليون طن. وبعض أحجار الهرم يصل وزنها إلى 15 طن، وبعضها زي الموجودة في غرفة الملك يصل إلى 70 طن. جون تايلور في كتابه Mathematics of the Great Pyramid أو رياضيات الهرم الأكبر يقول أن إذا وزننا الهرم وضربنا وزنه في 100 مليون يطلع وزن الكرة الأرضية. هل هذه مصادفة أم هي محسوبة؟ لا أحد يدري. حدثنا 4 من علماء الرياضيات أرشيبالد وتشيز ومانج وبيل، كما حدثنا جون تايلور في كتابه الرياضيات في الهرم الأكبر، على أن محيط الهرم إذا أسناه على ارتفاعه تكون النسبة التقريبية التي وصل إليها أجدادنا العظماء 3500 قبل الميلاد. أهمية هذه النسبة التقريبية هي أنها لا تخلو معادلة من معادلات أينشتاين أو بوهر أو كابلر أو يانج من هذه النسبة التقريبية حتى تستقيم المعادلة. هو ارتفاع الهرم وأمامنا المحيط، فإذا قسمنا المحيط على ارتفاع تكون باي. أما إذا دخلنا إلى الهرم من الداخل إلى غرفة الملك وقسنا المحيط بتاع الغرفة على ارتفاعها فتكون مرة أخرى باي، وهذا يدل على أهمية هذه النسبة التقريبية اللي هي الباي. أيضا تابوت الملك إذا قسمنا محيطه على ارتفاعه تكون مرة أخرى للمرة الثالثة أنها برضو نسبة تقريبية وهي باي. البعض يعتقد ارتفاع الهرم هو 146.4 متر، لا، إنما وقت بنائه كان 149 متر، وال 149 متر دي اللي هي إذا ضربناها في 100 مليون يطلع المسافة بين الأرض والشمس. طب الفرق ده كان ايه؟ الفرق ده كانت قمة ذهبية كانت موجودة على قمة الهرم اسمها البنبن، وكانت ذهب خالص حتى تعكس أشعة الشمس فيهتدي به الناس في أي وقت من أيام النهار. أحب أقول لكم أن كل تفاصيل بناء الهرم الأكبر كانت على أسس وقواعد علمية مدروسة. فإذا قسنا محيط قاعدة الهرم هتكون 3,652 و 426 من 1000 بوصة هرمية. والشيء الغريب أن هي دي الدورة الزمنية للشمس اللي هي مدتها 365 يوم و6 ساعات و46 دقيقة و48 ثانية. واخيرا ايها الاصدقاء، استغرب على اللي دايما يقولوا ان كل ملك في مصر القديمه كان يمسح اعمال الملك الذي كان قبله. هذا غير صحيح. اجدادنا سابوا لنا كل المعلومات، كل الكتابات سواء برديات او جداريات، انما حقيقه الامر اللي دمر اثرنا وخلانا ما نعرفهاش بعض البلوك او بعض الحكام اللي جم هنا مصر. يعني المقريزي يقول لنا ان عثمان ابن يوسف الايوبي سنة 1196 حاول هدم الهرم الاكبر ولم يستطع بعد محاولات مريرة طوال 8 اشهر. برضو عبد اللطيف البغدادي المؤرخ يقول لنا ان أرأوش الوالي بتاع صلاح الدين الايوبي كسر الكسوة بتاع الهرم وأخذها ليبني سور صلاح الدين الأيوبي.